المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، معرض تستضيفه القاهرة من 11 من ديسمبر حتى 17، وقد شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة الافتتاحية للمعرض، والذي أكد من خلالها أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية. سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار في الأسواق الأفريقية حتى تجاوز حجم استثماراتنا في دول القارة 8 مليار دولار، مما ساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وصل حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريبا، نستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة. إنه لشرف لمصر توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل في دورته 32، ونأمل من خلالها استكمال مسيرتنا في دعم القضايا الأفريقية وخاصة تنمية التجارة البينية بين دول القارة، كما نأمل من خلال رئاستنا لتلك الدورة تحقيق كل ما نصبو إليه نحن الأفارقة. وعقب الجلسة الافتتاحية افتتح رئيس الوزراء المعرض بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفود الأفارقة، وتجولوا بين جنبات المعرض الذي يشارك فيه نحو 1000 شركة من 34 دولة حول العالم. دي رسالة مهمة جدا، وخصوصا لمصر السنة الجاية بتترأس الاتحاد الأفريقي، القارة مليئة بالثروات وبالموارد، سواء كانت الموارد الطبيعية أو الموارد البشرية المهمة، وبالتالي هنا بيبقى عملية استغلال هذه الموارد بشكل يقع بالنفع على القارة بيبقى من الأمور المهمة. فرصة حقيقية أتاحتها مصر للكثير من الدول الإفريقية لعرض منتجاتها داخل المعرض، المعرض الذي يمثل خطوة مهمة لخلق سوق إفريقية مستقلة، التي بدورها ستحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. علا حجازي، تان تي في.